لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما في سورة مريم فيتكلم عن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود النار، لا بد لهم من ورود النار، وإن منكم إلا واردها، وأكد ذلك بقوله: كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا، وهي قوله تعالى: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. والجواب هو ما ذكره الآلوسي وغيره من أن معنى قوله أولئك عنها مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود. اختلفنا في الورود، ما معنى الورود؟ فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. يبقى الورود حيكون إيه فقط؟ هو المرور على الصراط دون دخول النار. فالبعض قال: لا يدخلها مؤمن. وقال آخر: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. وطبعا هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكلمة نذر معناها أن كلهم دخلوا فيخرج بعد ذلك المؤمنون، ثم إيه؟ يبقى فيها من عداهم. يقول: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال آخر: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت ذلك له، فقال وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه صمتا، يعني يدعو على نفسه إن لم يكن صادقا في هذا الخبر بالصمم، صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا. وروى جماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ورود النار هو المرور عليها، هو فقط المرور عليها على الصراط، لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن قال: الورود المرور عليها من غير دخول. وروي ذلك أيضا عن قتادة قاله الآلوسي. واستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس بقوله تعالى: فأوردهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فرعون، فأوردهم النار أي يدخلهم النار. وقال تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني ما دخلوها، وليس معناها أنها ما مروا عليها. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني داخلون. فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول. واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين، يعني إيه؟ اقترب منه. وأيضا استدلوا بقول زهير: فلما وردنا الماء زرفا جمامه وضعنا عصا الحاضر المتخيم، يعني اقتربنا من الماء. والأقرب الله تعالى أعلم، وإن كان مسألة فيها خلاف سائغ اختلف فيها حتى الصحابة رضي الله عنهم، الأقرب لظاهر القرآن الكريم وللأحاديث الأخرى أيضا في نفس ذلك المعنى هو أن الورود معنى الدخول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.